السلام عليكم. اليوم نتعرف على الحي هذا الجديد اللي راه قيد الانشاء بولاية البوليده بحي البهجه ولايه البوليده، واللي الاشغال تقرب على النهايه نتاعها. دائما نفس النمط المعماري عبر كل ولايات الوطن. والله شيء يعني مؤسف، ولابد ان الامور تتغير في المستقبل. يعني وأنا أناشد الوزير على أخذ المبادرة لإيجاد حل لكي ندخل في مرحلة النوعية إن شاء الله في البناء. والسلام عليكم.